يسعد اوقاتكم، معكم الست بلقيس ورح اعملكم اطيب شوربه فطر. ملقعه زبده، كرافس، بطاطا، فطر، نقليهم مزبوط، منضيف عليهم البهارات، ملح، بهار ابيض، بودره الثوم، ثوم، بصل اخضر، بقدونس، ومكعب مرقه الخضار. نغمرهم بالماء، منضيف عليهم كوب من الشوفان، منتركهم على نار هادية يغلو ويشدوا. بعد ما غلت السوب وسمكت رح ضيف كوب من الكريمة الطازج، منحركها ومنقدمها كأفطار شهي ورمضان كامل.